بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الليزر، سنواصل تحدثنا عن شروط توليد الليزر. وكما تحدثت، هي أمثلة عملية أقوم بوضعها لكم. من منكم يملك مختبر يستطيع، أو من يعمل في مختبر طبعا يستطيع أن يجربها. للأسف عالمنا العربي ليس غنيا في المختبرات، لكن من يقطن في البلاد الغربية يرى أن المختبرات شيء سهل يمكن له أن يجربه. إذا استكمالا للموضوع، يقول لنا احسب كثافة الضخ pumping intensity عند 514.5 نانومتر التي نحتاجها. نستخدم هذا الضخ 514.5 نانومتر التي نحتاجه لنضخ شعاعا من التيتانيوم سلفايد Al2O3 تيتانيوم سلفايد لتحقيق عامل تحصيل gain factors مقداره 3 لكل متر. لاحظ عندي الطول الموجي، عندي عامل التحصيل 3 لكل متر. إذا كان كثافة العصا الذرية، أي أن يعني العصا التي سوف تولد الليزر كثافتها هي 10^25 لكل متر، 10^25 لكل متر مكعب طبعا الكثافة، ومساحة الامتصاص نسبة للطول الموجي، أي أنا يعني مساحة الامتصاص الضوء نسبة للطول الموجي الساقط عليه هي مضاعفة بمقدار 3 أضعاف. افرض أن الانبعاث التلقائي، إذا هو الانبعاث التلقائي يعني هذا هو المقصود به الامتصاص، والانبعاث التلقائي استمرار الاميشنز المساحة هو عبارة عن 3.5 طب 10^23 متر مربع. إذا هذا في ليزر تيتانيوم سلفاير الياقوتة الزرقاء، وهو ليزر طبعا مهم جدا. طبعا هو ليزر طبعا تيتانيوم سلفاير يعمل طبعا ضمن نير انفراريد 1050 نانومتر إلى 690 نانومتر، يعني من اللون الأحمر إلى قريب من الانفراريد أو أشعة تحت الحمراء طبعا. يعني احنا في السؤال يقول انا استخدم ال 514 لتوليد هذا الليزر، هذه هي الياقوتة طبعا التي نتحدث عنها. طبعا هذا هو نظام المرايا والعدسات التي تسمح لنا بتوليد الليزر. لاحظ هنا يعني يولد الليزر، ينعكس هنا ويخرج من هنا بهذا الشكل. أرجو أن تكون واضحة لكم الفكرة. طبعا هنا المقصود في الطول، هنا المقصود به في الطول في هذه المعلومة هو اللون الأخضر، وما يعطيني هذا اللون الأخضر تنفذ إلى هنا، ما يعطيني إياها بهذا الشكل ضمن اللون الأحمر. أرجو أن تكون المعلومة واضحة لكم أحبتي. نعود إلى السؤال ونقوم بحله بشكل مباشر. إذن الحل بشكل مباشر، عندنا طول لاندو بير بامبينج الذي نصدر حتى يصدر عندنا الشعاع الذي نريده هي 514.5 نانومتر. طبعا هو مثال عملي كما حدثتكم دائما. هنا عندنا الجين هو 3 لكل متر، أعطانا إياه السؤال عامل التحصيل. عندنا الكثافة الذرية 10^25 لكل متر مكعب، ها هي. عندنا الآن سيجما ديو ال هي عبارة عن 3.5 × 10^23. دعونا نرى كيف خرجناها من هنا. 3.5 تقريبا ضرب 10^23 في المثال السابق على نفس الجدول في ليزرات الحالة الصلبة التي تحدثنا عنها. وهنا قال لي بأن السيجما من الصفر لL، طبعا هنا بالنسبة للشعاع الساقط، بالنسبة للصفر لU هي عبارة عن 3 أضعاف هذه كما قال لي السؤال، مضاعفة مقدار 3 وأعطاني إياها طبعا 3.5 × 10^23، أعطاني إياها طبعا التاو. التاو هنا عبارة عن يعني هنا الزمن الخاص فيها وضعته بالأحمر، هذا ثابت نستخدم له جدولا خاصا به.
ها هي تاو، هي عبارة عن 3.8 بوحدة مايكرو سكند. ها هي بوحدة مايكرو سكند، أرجو أن تكون واضحة لكم أحبتي. الآن نستخدم نجد الـ AUL، نجد التردد الـ AUL من الـ U نحو الـ L. إذن نقلب التاو، مقلوب التاو 3.8 × 10^1 على 3.8 × 10^6 لأنها مايكرو، إذن يخرج لي بأنها 2.6 × 10^5 لكل ثانية أو هرتز، أو لكل ثانية. هنا طبعا لا، أفضل أن أقول هرتز، أنا أقول لها بأنها لكل ثانية، لكل ثانية هي الـ AUL. حتى ولو بانت الاس انها بالاسف هي ليست هرتز، هي المقصود بها ان الكثافة لكل ثانية. الان الانتنسيتي الكثافة عبارة عن معادلة 2 اتش ثابت بلانك سي على لاندا البامبينج على الاي يو ال على باي سيجما صفر يو، لان الصفر سيجما يو ال هنا مضروبة وكله بيعامل بالتحصيل. طبعا 2 لأن نظام الليزر ذهاب وإياب حتى يحصل عندي الريزينيتر، لأنها تقطع المسافة مرتين. هنا اتش سي على لاندا الطاقة مضروبة بالـ AUL، هنا في الكثافة ضمن نطاق الطاقة. هنا عندي الباي، هنا عندي السيجما، هنا عندي السيجما، هنا عندي السيجما يو ال، هنا عندي السيجما في ضمن المستوى الأرضي، أو مستوى الأرض، أي هو المستوى الذي يسقط عليه الشعاع الضوئي العادي. هنا عندي كيف تتولد، هنا طبعا كيف تتولد الشعاع الضوئي العادي عندي هنا، عفوا هنا ما قال لي بأنها 3 أضعاف، أن هنا هي 3 أضعاف. هنا عندي الكثافة الذرية إن كابيتال صفر، وهنا عندي كثافة التحصيل. أعوض مباشرة في المعادلة 2 6.63 × 10^34 3 × 10^8 على 514.5 نانو. أيوة حسبناها 2.6 × 10^5، جي الصفر هي 3 مضروبة في 3 نضعها هنا. الباي 3 × 10^3 23 لأنها قريبة لها 3 أضعاف. إن صفر الكثافة الذرية لعصا توليد الليزر هي 10^25. سيجما اليو ال هي عبارة عن كما قال لي السؤال، هي عبارة عن 3.5 × 10^(-23). أعوض في الآلة الحاسبة بشكل مباشر، يخرج لي الجواب بأن هنا الكثافة 5.22 × 10^6 واط لكل متر مربع. إذا هذا هو الجواب، 5.22 × 10^6 واط لكل متر مربع. هذه هي الكثافة التي سيخرج بها الليزر ضمن هذه الحالة. إذا كان هذا السؤال أحبتي عن شروط توزيع الليزر مرة أخرى، يعني ربما اعتمدنا على ثوابت كثيرة هنا في الأعلى، لكن لاحظ هنا AUL هي وفق نوع الليزر تتغير، طبعا ثابت، يعني أنواع الليزر ثابتة لها جدول خاص بها نستخرجه منها. طبعا عندي هنا افرط، وافرط تعتمد على مستوى التغذية أو مستوى الحقن الذي تحقن فيها المادة في هذه الحالة، حتى أستطيع أن أخرج منها الليزر. طبعا هنا مستوى الحالة سيمي كوندكتورز، غالبا ما تكون السيمي كوندكتورز أو غيرها من الأمثلة. إن الصفر أيضا مستوى التغذية التي وضعناه نحن، أو مستوى الحقن أيضا الذي نحن وضعناه ضمن وحدة الحجوم. طبعا يعني أنا هنا أحاول أن أفهمك، هنا ثوابت، هنا أيضا في حال الليزر تولد هي ثابت فيها مقلوب الزمن الذي هو أيضا ثابت. إذا هنا في الأسفل نحن عندي، أنا هنا طبعا جي صفر، كم الدرجة التي أرغب بها حتى يتولد عندي؟ إذا أنا أتحكم فيما هو أسفل، هنا في السيجما، في السيجما وفي إن الصفر، طبعا أتحكم بهما، طبعا علاقة طبعا هنا عكسية مع الكثافة، كلما كان هنا العدد أقل فالكثافة أكبر، والعكس صحيح طبعا. إذا أعطاني 5.22 × 10^6 واط لكل متر مربع، وهي قيمة كبيرة جدا، هائلة جدا هذه القيمة، تبلغ كيف يمكن الليزر أن يكون فعلا
ذو كفاءة عالية وكثافة عالية وتدميرية أيضا عالية. إذا كان هذا الفيديو أحبتي عن شروط تبويض الليزر. مرة أخرى لا تبخلي بعمل الشير واللايك بالاشتراك في القناة، إرسال التعليقات وكتابة الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.